الابيتايزر هناخد انا وماجي بالظبط كارباتشيو شريمس، وفي المين كورس هناخد ستيك انا وماجي، واللحمه لما تسويها ميديوم ويل، مش اكتر من كده. زي اول مره كلنا مع بعض بودابشت. تعرف يا عمي هم بيسموها بودابشت مش بودابست زي ما احنا بنقولها هنا. انا نباتيه يا بليغ. يعني معقولة تكون ناسي تفصيلة زي دي مع انها مش حاجة معتادة تتنسي بسهولة يعني؟ اخ انا اسف يا عمي، انا اصلي مصاب بفقدان الذاكرة. ايه وما اسم حضرتك ايه؟ ما شاء الله زي ما اجي بالظبط، بيرفكت ماتش. بيرفكت ماتش يا سلام. يبقى انا هاخد شوربة عدس وانت تاخدي شوربة خضار. انا بقيت نباتي. من امتى؟ من دلوقتي حياتي، لازم اشاركك كل حاجة. خلاص خلاص خلصونا. قول لي عيادتك فين يا بليغ؟ عيادتي فين يا بليغ؟ عيادتك فين؟ أنا عندي ثلاث عيادات يا عمي، واحدة في التجمع الخامس، واحدة في 6 أكتوبر، وواحدة في وسط البلد عشان يبقى كل. وأنت متخرج من كلية إيه؟ أنا متخرج، أنا دارس بره. دارس بره فين يعني؟ أنا دارس بره فين يا ماجي؟ فين؟ بره فين؟ في رويال كولج في لندن. بحبها جدا. طب قول لي جرى إيه يا عبد العزيز؟ هو تحقيق؟ مش بطمن على مستقبل بنتي. بابا من حقه يطمن على مستقبل بنته، بس انا كمان يا عمي من حقي افهم بصراحه. ده جواز ما تاخذنيش مش لعب عيال. الاستاذ طالب الدكتوراه بتاع حضرتك قاعد بيعمل ايه معانا هنا كده؟ صدقني انا اول ما اعرف هقول لك. ما انا قلت لك يا دكتور استاذن من الاول. اقعد انا هنغير الموضوع. كلمني على اخر ابحاثك يا بليغ. طب مش نطلب الاوردر الاول؟ ما تقوموا بقى، قوموا ارقصوا. قوموا ارقصوا. ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك ايه، ان شاء الله يا حماتي هنرقص وهنغني. أيوة. وهنتصور عند النافوره. طب يلا تعالى تعالى. النافوره اللي في وسط المايه دي هنتصور عليها. يلا نرقص. احاول يا حبايبي، لايقين على بعض قوي مش كده؟